الله يخليكم. عندنا الطلب في هاد السيارة، اللي عنده شي سيارة شي موستانغ بحال هادي 2015 الفوق، اتصل بوضو ولد رحيمه في قناة ربي يحفظكم. هاد جايين الخوتي دينا مع سيف الدين باش يجي يصايق واحد الاس، ساعة ما كتبتش لقينا الموتور ديالها الخوت مسالي، كاين كان الدويرة الرباط وكازا. بعدا جاب الله في الطريق واحد ليكسيس، غدا لكتاب ان شاء الله ندخلوها لكم ونشوفوها. مرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله، تحية لكم. الحمد لله وصلنا لقنطرة، خرجنا الصباح تبارك الرحمن. صراحة هاد الهوندا قول مهم، يعني جي ال 1800 تبارك الرحمن، يعني الملوك ديروها عرفوا شنو داروا تبارك الرحمن، يعني شي حاجه ليس الكلام في الطريق ولا هذا تبارك الرحمن. ولكن ما كتبتش واحد الاس، لقينا الموتور ديالها على قد الحال. ان شاء الله غدا نجيب لكم واحد الاكسس تشوفوها ان شاء الله. وتحيه لكم، ومره رابحه مره شاده مره ما شاداش، هذه الطريق هذه الحياه. هي اليوم الخوت بغيت تصوني وسمحوا لنا، راه الطريق حتى سيف الدين ما تيجاوبش، هو مورايا مره تيجاوب مع الريح كي دير تجاوب الحباب، فنعتذر عن عدم الرد. وما توفيق الا بالله، الله المستعان، امارة المال والمشرب، ما كتبتش التجارة، فهذا علاش انا كنبغي نديبلاصا نلقى المليح. كاين شي مرة واخا تديبلاصا ما تلقاش المليح تترجع في حالك. لا جيتو ان شاء الله تلقاو عندنا، هذا هو الهدف عندنا ان شاء الله. تحية لكم والسلام عليكم. الحمد لله هذا وصلنا على خير وسلامتنا، هذا وصلنا الحمد لله للقنيطرة والمحل ديالنا الحمد لله. والله الا عيونا الخوت، يعني صراحة هذا سالي دي بلاصة على شي حاجة راه صعيبة وما يلقاهاش. الحمد لله لقينا واحد شي حاجه خلفها لنا الله زوينه، ان شاء الله نرجعوا لها غدا نجيبوها. المهم سمحوا لنا على عدم الرد، كنا مشغولين شويه مع الطريق وهذا الشيء اللي كاين. وما جزكم بخير انكم تعطيونا بعدا ميساجات مزروب في البلاصه وتتسناو الرد ديالنا باختصار. شكرا جزيلا وتحيه لكم وتصبحوا على خير.